اوكي شباب، ممكن بس نشوف مع بعض هذه بسرعه. ممكن تعال خد كرسي فقط، شوف احنا بنعمل ايش وبعدين يعني I will try to show you how to use the subplot. السبلوت هي انك تتخيل هذه الفيجر، وانت ستاخذ هذه الفيجر وهي مساحه صح، وتقسمها مساحات، في كل مساحه صغيره تصير كانها فيجر لحالها. انت ممكن تعمل فيها اللي تبغيه، ممكن هنا تصور رسم، هنا تصور باي، هنا تصور فيجر يعني تو تايم، هنا تعمل ماش، يعني وات ايفر ايلز يو وونت تو درو using subplots. خلينا نجرب. I would define a first function. هذا سكريبت انا I would call it test edit. Okay. I will save it in your انتم MA صح؟ انا حسميه test subplot. So I would write clear all, close all, CLC. I start like this. I define x as h as 0.1, for example, x going from 0 to 5 with an increment age. The function f here sine x. The function g here cosine x. The function h here often. The step هنا خليني أعطيه اسم آخر يعني h. سأستعمله لاسم الفانكشن. ممكن أعطيها اسم دي إكس، وهذا إكس إتش بيكون هو إكس إكسبوننت 2. أوكي؟ والفانكشن تي هي ساين 2 إكس. نعم. كبر الخط. هو المشكلة مش فقط في تكبير الخط، يعني في زميل لينا من قسم العربية يعني كان يظن انه ممكن تكتب عليه يعني. فكتب عليه يعني. ومنذ ذلك اليوم. اروح اوبس. بريفرنس. Font. يعني بعنا ويا الله الصالحين يعني في دعوات يعني كذا ما شاء الله. ممكن تفتح الله يخليك.
اوكي كده عرفنا الفانكشن اف ساين اكس الفانكشن جي كوسين اكس فانكشن اتش ايكوال اكس اكسبوننت 2 ان فانكشن تي ايكوال ساين 2 اكس. انا بالنسبه لي الهدف كيف ارسم في نفس الفيجر اربع رسمات بجنب بعض صغار. ساستعمل I will use the function subplot. Then I will cut the figure space into small pieces. فحاجي مثلا لو انت جيت كتبت figure 1 معي شباب ولا لا؟ figure 1 لو فرضنا احنا الرسمة هذه عندي هذا figure 1 space figure 1 لو حبينا نقسمها على شطرين هيك جزء هذا جزء مش هذا جزء هذه تعملها بكيف؟ هذا الجزء هو يصير سب بلوت ايش؟ هي فيجر 1 صح ولا لا؟ انت بتقول له I will cut this space to one line, two columns. Subplot one line, two columns, وبعدين. اوكي، انت عرفت كيف تقسم مساحة الرسم. تخيل عندك يعني في حصة الرسم هذا سوخة ورقة A3 وعملت التمبلت بعدين قسمتها فيرتيكال على اثنين. بعدين الجزء الأيسر هذا حيكون رقم واحد وهذا رقم اثنين. فأنا هنا إذا حبيت ترسم في الجزء في هذا الجزء حتحط هنا واحد. أوكي؟ وإذا حبيت ترسم في هذا الجزء هو السب بلوت 1 يعني 1 لاين. أوكي؟ الصورة لم تقسمها أفقي. قسمتها عمودين. 1 2 2 لو حبيت نفس الرسمة هذه سأخذ ورقة جديدة This is my figure and I want to cut it to three pieces. Okay. مثلا في السيجنال تريت لو وريت مثلا رسمة تحت القلم عبر الزمن هو عادة الرسمة تكون صغيرة وفقط تشوف الايفولوشن عبر الزمن مش تشوف كيف المفروض وهل هي سينكرونايزد ولا لا ولا في يعني في عمليه يعني قلب الانتفاض الحين اللي هو في استبدال المخ في الكاب تشوف هذا في هل يتسمى الكتر باك تو باك كلاس فهذه كيف يقسم المساحه؟ يقسمها افقيا كيف؟ مثلا لو حبيت اقسمها هكذا على 3 لاينز هذا بتصير سب بلوت 3 1 على الكلمه دي سوبر كات والترتيب 1 2 3 اذا حبيت ترسم في هذا المكان لازم تناديه باسم تقول له 2 وتيجي بعدها تحط بلوت اللي بدك اياه الفانكشن نفسها هي بتعمل بلوت لكن حتى تعرف المكان اللي ترسم فيه تستعمل السب بلوت In general, case, if you have a figure and you want to cut it to small pieces, for example, six, يعني هيك، فرضا أنت حبيت هيك، ترسم على شيء، على شيء، على شيء، على شيء، على شيء، هذه sub plot 3 2 إيش؟ واحد اثنين يعني هنا تصير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. أوكي؟ فعندك إن جنرال بتصير عندك دائما سب بلوت N و P is an integer in the interval 1 M cross N. يعني أنت إذا أخذت اثنين ثلاثة و P تمشي من واحد ستة، إذا أخذت أربعة اثنين ستة. خلينا نجرب. قبل أن يعني I give you the hand to
to do what you يعني to do the two exercises. فبكل بساطة يعني مثلا أنا لو جيت كتبت subplot 2 2 1، فسأرسم في المكان في يعني سأقسم الرسمة أربع قطع two lines two columns، وأجي في المكان الأول I do this plot x f in red for example. لو عملت كده هاي النتيجة. R red. آه هنا في H في خطر. إيش ال H؟ H. آه هنا هنا في خطر. DX. Okay. You run this. And مو إحنا قسمناها 2 2 1. This is the first position. لو كانت هنا 3 هتكون في position number 3. Okay. هتكون في البوزيشن نمبر 3 لان عندك 1 2 دايما نشوف بالله فاينل 1 2 3 4 ربع ثاني لانك حطيت 3 هنا. نعم على فكره بما انك انت داخل هذه المساحه سب بلوت 2 2 3 فممكن تعمل هولف ارم وترسم مع هذه شيء اخر. ممكن تجي هنا وترسم another curve but you have to do hold on. يعني لما تقوم بعملية التقسيم كل subplot عنده يصير عنده نفس خصائص الأب اللي هو البلوت. So you can use all what we have seen legend, x label, y label, title. You can do all this stuff لكن أنت تناديها بالsubplot هي الصغيرة صغيرة من صورة كبيرة من رسمة كبيرة. فان كان جو ماني في بعض الأحيان أنت تحتاج طريقة الرسم هذه. أوكي. هذه يعني نحتاجها كثير خاصة في بعض الأحيان يعني يور مثلا عندك 4 ولا 6 temperature sensors. بس تخيل أنت يو ار ستاديينج ان اكستشينج. أنت درست الماء هيت ترانسفير صح؟ اشتغلت شوية عن الاكستشينج. يعني المية يكون عندك مثلا two tubes concentric واحد التوب الداخلي يمر فيه مية سخنة والخارج في الانلر سبيس يمر مية باردة وبيصير اكستشينج اوف هيت بين ذا. لا؟ بس في لاب على المسألة هذه في كل الحالات. يعني انت تخيل يعني انت حتى يعني بكل بساطة تخيل عندك لوحة مثلا حارة يعني وانت عندك فان تنفخ عليها في الهواء وحاطط ميني ثيرموكوبلز يعني فانت تقيس الحرارة في أماكن معينة عبر الزمن. لما تحب تصور هذه الأشياء الأفضل انك تحط كل الكراسي واحدة مع بعض وتشوف الايفولوشن كل واحدة حتى تستطيع ان تختلف في الشيء. على العموم إذا أنت حبيت ترسم هنا 2 2 3، إذا حبيت ترسم هنا 2 2 4 إكسيتر. ممكن أرسمهم كلهم مع بعض الآن الفور فيجرز. فممكن أجي هنا أحط هذه كده بعدين سبلوت